بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض. ده الابليكيشن القديم زي ما قلنا. لو انا عملت كده اد تو كارت هيطلع لي اد تو كارت، وهلاقي الكارت هنا بقت بواحد. لو انا دوست على الكارت فبيوديني على البيج الخاصة بالكارت، وفيها الكارت ايتمز اللي موجودة. طبعا هنا هو بيتنقل ما بين الكومبوننتس وبعضها ومحتفظ بالداتا اللي موجودة في الكارت. قلنا عشان نعمل الموضوع ده يا اما الطريقة العادية او البدائية اللي كنا بنستخدمها، حاجة اسمها البروبس دريلينج عشان نقدر نعمل الكلام ده، او ان احنا نستخدم ستور نخزن فيه الداتا. الستور بالنسبه لنا او اللي هنتعامل معاه هو الكونتكست اي بي اي. كونتكست اي بي اي انا محتاج اعمل ستور خاص بالكارت اشيل فيه الكارت ايتمز بتاعتي، وده اللي هتحكم فيه بقى، اضيف فيه احذف منه اعمل كل اللي انا عاوزه. فتعال هنا جوه البروجكت بتاعنا، انا وقفت خالص، وهاجي هنا جوه الاس ار سي هعمل فولدر، او احنا عملنا فولدر اوريدي اسمه ستور. هنعمل جواه فايل هنسميه كارت كونتكست .js بالشكل. طب هنعمل ايه في الكارت كونتكست؟ هنعمل حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي لف ولا دوران، وركز معايا. انا هعمل كونست عادي جدا اسمه كارت كونتكست، بس ركز هنا كارت كونتكست بس اسمه. بعد كده هقول له بيساوي يوز كونتكست بس كده. المفروض نعمل امبورت لليوز كونتكست عشان هو زعلان، لازم اقول له امبورت يوز كونتكست بالشكل ده from React. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ ها؟ اعمل كونست اسمه كارت كونتكست. الكارت كونتكست ده هو اللي هيشيل عندي الداتا. طيب وبعدين تقول له هنا اكسبورت. ليه تقول له اكسبورت؟ انا جاست عملت الملف ده عشان اعمل معاه الكارت كونتكست مش اكتر من كده، او عشان اعمل الستور بتاعي. الستور بتاعي الستور اللي هو بالنسبه لنا يعتبر فاريبل مش حاجه تاني، او هيبقى بالنسبه لنا في النهايه اري، يعني عباره عن بخزن فيه الداتا بتاعتي، مخزن اللي بخزن فيه الداتا بتاعتي مش اكتر من كده. ممتاز. وبعد كده يا فندم، ولا قبل كده، هتيجي بقى في ملف الاب دوت جي اس اللي هو انت بتستخدم فيه الستور بتاعك، او بتستخدم فيه الداتا بتاعتك، او انت عاوز الداتا بتاعتك شيرابل مع كل الكومبوننتس دي، وتيجي تستخدم بقى الحاجه بتاعتك اللي انت عاوز تستخدمها من ناحيه الكونتكست اي بي اي بتاعتك. يعني الستور بتاعك او الكونتكست اي بي اي ليها طريقه في الاستخدام او ليها سينتكس خاص بيها. طيب هستخدمها ازاي؟ الاول خالص انت عندك الاول خالص الداتا اللي انت هتستخدمها دي متغيره، وعاوز لما يحصل عليها اي ابديت يسمع على سكيل الابلكيشن كله. اذا هتبقى ستيت، هتبقى بالنسبه لك عباره عن ستيت. فانا هقول له كونست، اقول له افتح اري عادي جدا، اقول له كارت ايتمز كده، لان هتبقى كارت ايتمز فعلا، وست كارت ايتمز. طبعا انا مش محتاج اتكلم في النقطه دي لان انت عارف ان فكره اليوز ستيت انت عارفها، مش محتاجين نتكلم فيها. فانا بقول له كارت ايتمز وست كارت ايتمز بيساوي يوز، بيساوي يوز كونتكست. اسف جدا، احنا هنا مش هنستخدم اليوز كونتكست، احنا هنا هنستخدم الكرييت كونتكست. كرييت كونتكست مش اليوز كونتكست، احنا بنكرييت هنا كونتكست. معلش احنا مش هنستخدم اليوز كونتكست، اليوز كونتكست هنستخدمها هنا في الاب بتاعنا. احنا محتاجين هنا اقول والله انا عندي ست كارت ايتمز وست كارت ايتمز، عباره عن ايه يا فندم؟ والله هو اليوز ستيت عاديه جدا، والقيمه الاساسيه او الانيشال فاليو بتاعتي عباره عن اري فاضي. طيب استفدنا بايه كده، او عملنا ايه، او ايه اللي هنستفيده بقى من القصه دي كلها؟ تابع معايا بالراحه. احنا مش هنا عملنا الكونتكست بتاعنا اللي هو اسمه كارت كونتكست؟ اه. طب انا عاوز استخدمه بقى اراب الابلكيشن بتاعي او الحاجات بتاعتي كلها جوه الكارت كونتكست. طب بنراب يعني بنحوط او بنضم كل الكومبوننتس بتاعتنا. انا عاوز الداتا اللي هتبقى موجوده جوه الكارت كونتكست بتاعتي، الداتا بتاعتي اللي هتبقى موجوده تبقى من خلال الكارت كونتكست. فالكارت كونتكست هو الستور بتاعي اللي هيلف، او اللي كل الكومبوننتس دي تقدر توصل. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هتيجي تقول له هنا كارت كونتكست بتاعك اللي احنا كنا لسه عاملينه. هنا قلنا له امبورت كارت، تعالى نقول له هنا امبورت الاول، امبورت كارت، نعمله كده لان هو كارت كونتكست فروم الستور. طلعنا بره او دخلنا على طول على الستور، بعد كده رحنا على الكارت كونتكست. اخد الكارت كونتكست ده اعمل كده، اقول له كارت كونتكست بالشكل ده دوت بروفايدر. وعشان ما نمشيش عن النسق او الدنيا تبقى بايظه معانا، خلينا نخلي الكارت كونتكست يبقى بنفس اسم الملف بتاعنا ويكون كابيتال. فانا هخلي ده كابيتال كده، هخلي دي
كابيتال بالشكل ده، واخلي الكارت كونتكست هنا كابيتال، وهروح هنا في الكارت كونتكست برضو واخليه كابيتال بالشكل. يبقى انا عملت ايه؟ عملت الستور بتاعي اسمه كارت كونتكست، وقلت له كرييت كونتكست، استخدمت وعملت امبورت الكرييت كونتكست من الرياكت، بعد كده سكيل الابلكيشن بتاعي كله، وقلت له كارت كونتكست دوت بروفايدر، قلت له كارت كونتكست بروفايدر عادي جدا عشان اراب الداتا بتاعتي. اوكي اوكي. بعد كده هتيجي هنا تقول له فاليو. دي طريقه من الطرق اللي بنستخدم فيها الكارت كونتكست. فاليو، الفاليو بتاعتك عباره عن ايه؟ عاوز تعمل ايه؟ تعالى يا سيدي، انا ممكن اقول له كارت بيساوي كذا، او انا عاوز امرر الكارت ايتمز، عاوز امرر السيت كارت ايتمز، الاثنين هنا از فاليو بالنسبه له. ممكن اقول له كارت ايتمز والست كارت ايتمز. عاوز تقول لي ان هو هيشوفهم؟ اه هيشوفهم، واي داتا هتتحط فيهم هتبقى موجوده بقى دلوقتي على سكيل الابلكيشنز او الكومبوننتس دي كلها، وكل الكومبوننتس دي تقدر توصل لها. اه تعالى كده عشان نثبت الاثبات ده. لو انا جيت هنا قلت له يا سيدي ان انا عندي هنا مثلا اوبجكت في اي دي واحد، والتايتل مثلا اسف تايتل عادي، تايتل مثلا بيساوي فيرست، عاوز تقول لي ان الاي دي واحد وفيرست تايت دول اقدر اوصل لهم عن طريق الكارت ايتمز في اي كومبوننت من الكومبوننتس دي؟ اقول لك اه. طب ازاي؟ تعالى كده يا سيدي، انت عاوز تروح فين مثلا؟ اي كومبوننت عاوز نروح فيها مثلا، وليكن يا سيدي البرودكتس بتاعتنا، البرودكتس ليست دي اللي احنا بنجيب فيها البرودكتس اللي هي الصفحه دي، خلينا في البيج افضل. تعالى نروح على صفحه البرودكتس دوت جي اس، اهو دي البيج بتاعتنا اللي هي دي، ده الابلكيشن بتاعنا. وزعلان مننا يعني children must be routes، وهيزعل مننا عشان الاتي، عاوزك تحط ده الروتس ما تحطش معاه حاجه، بيقول لك انا بزعل لو لقيت اي حاجه غير ايه، غير الروتس، الروتس بس اللي بتبقى موجوده. تعال نشوف هنعمل ايه، نشوف الكونسول كل حاجه اشتغلت زي الفل. الروتس ما ينفعش تحط فيها، حط جواها الروتس ما ينفعش تحط جواها غير الروت بس. المهم يعني، فاحنا دلوقتي في صفحه ايه؟ البرودكتس. ايه رايك نطبع هنا، نطبع هنا الكارت ايتمز؟ ينفع؟ ينفع. ايه اللي نفع؟ تعال هنا في البيج بتاعتنا اسمها برودكت دوت جي اس، واطبع الكارت ايتمز. تعال نغلط ونشوف الغلط بتاعنا هيجي منين. انت قلت لي هتبقى متشاف على سكيل ابلكيشن كله، اه يعني عاوز تقول لو قلت لي كارت ايتمز بالشكل ده هتتشاف؟ اقول لك اه لا، الاثنين مع بعض، هو مش عارف الكارت ايتمز كده، احنا ما كملناش السايكل بتاعت السنتكس الخاص بالكونتكست اي بي اي. طب عاوز تعمل ايه؟ مش عاوز اعمل حاجه، انا كل اللي انا عاوز اعمله عاوز اقول لك كونست مثلا كارت بس كده، خليها كارت بيساوي يوز كونتكست، وشوف انت عاوز تستخدم انه كونتكست بالظبط، ايه الكونتكست اللي انت عاوز تستخدمه؟ هتقول لي انا عاوز استخدم الكارت كونتكست بتاعي عشان اقدر اجيب منه الداتا بتاعتي، بقول له يوز كونتكست، واشوف بقى الحاجه اللي انا الكونتكست اللي انا عاوز استخدمه بالتفصيل، اقول له الكارت كونتكست بتاعي هو ده اللي انا عاوز استخدمه، راح قال لك امبورت كارت كونتكست فروم ستور كارت كونتكست، اللي هو الكارت كونتكست بتاعك اللي انت عملته ده هو ده، راح استدعاه. اوكي تعالى بقى هنا نقول له بقى كارت بالشكل ده، كارت دوت كارت ايتمز، ونشوف ايه اللي هيطبع، بس خليها في اللوج عشان كده احنا هنزعل. نقول له لوج بالشكل ده، وقول له كارت ايتمز، هنشوف اللي هيحصل معانا في الكونسول. وتعالى نعمل ريلود هنا ونشيل دي خالص، ونشوف ايه اللي جه معانا في صفحه البرودكتس. احنا واقفين طبعا في صفحه البرودكت دوت جي اس، فعشان كده مش اي حاجه ظاهره معانا. المفروض ناخد الكلام ده ونروح جايين هنا في صفحه البرودكتس، البيج بتاع البرودكتس، ونيجي نقول له هنا كونست كارت بيساوي يوز كونتكست، واقول له استخدم الكارت كونتكست بتاعك اللي انت عملته بالشكل ده. ولو انا عاوز اعمل لوج عادي جدا اقدر اجي هنا اقول له حتى لوج عادي، اقول له كارت من غير ايه سيمي كولون هنا، ده اكسبريشن على طول. وادي البرودكتس دوت جي اس، انا مش محتاج حاليا كارت كونتكست، وبطبع حاجه مفيش حاجه بتطبع. تمام تعال نشوف نريلود كده، الاقي هنا هيطبع معايا الكارت ايتمز والست كارت ايتمز، الاثنين اتطبعوا معايا بالشكل ده. لحد كده كفايه في الفيديو ده ان شاء الله، وفي الفيديو القادم هنتناول بقى ازاي
نسيت داتا او نجيت داتا من الكارت ايتمز، ازاي نضيف داتا جوه الكارت ايتمز لو ضغطنا على الزرار ده نضيف داتا. شوف ان شاء الله الكلام ده في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.